اعطيني واحد ريشة ربطة خبز من هو عند الرياضي اللي هو في داخل السجاعية. اجيت شايل ربطة الخبز وهو طالع، صليت على النبي، وهو طالع من السجاعية رايح على المدارس اللي هو في حي الدرج، تم قصف عمارتك حي اللي على مفترق السجاعية. فمن القصف في حجر اجى في راسه من ورا، مش شظية يعني، حجر كبير اجى في راسه من ورا، طبعا قبضوا في الاسفلت وجابوه على المستشفى، هان دخلوه عمليات. يوم العيد الصبح طلعت عند أهلي، دايد عليهم، قاعد أنا وأمي وأهلي. أبوي أخذ بنتي ونزل تحت على السوبر ماركت يشتري لها حاجات يلهيهم شوية عن صوت الحرب والصواريخ اللي بتنزل كله في محيط البيت. بحكي لمرتي لبس الولد والبنت أو على العيد عشان ينسوا شوية. لسه ما كملتش كلامي قامت عن الكنباية ودتروا عند الباب، صار ثلاث صواريخ ورا بعض ورا بعض وضرب. أنا شفت إيد ابني وقعت من جلده، قلت العوض في وجه الله، الحمد لله الحمد لله يا رب. وصلنا فعلا انهرنا وكنا عيطنا ومرته وكنا صرخنا بالأحر، يعني كنا نصرخ بدنا إسعاف. أول ما حكينا بدنا إسعاف عشان البرندة كلها دم دم أحمر. بنت وقف على الباب وضربوا صاروخ على بيت جيراننا وصابت. والله اللي صار اشي يعني مخيف جدا، يعني احنا كنا قاعدين ولا بنضرب في كل الامور هاد، فجأة الساعة 10:30 خبطوا ببيت دار عمي، وكان الصبا قاعد تلمع حتى الاسعاف، لما الاسعاف من كثر التعويق والخبط ما قدرش يطلع، اجر بعد ربع ساعة والصب بنزف قاعد بنزف وبآلم ووجعه كتير. لما بعد ربع ساعة ندور على سيارة نسعف ومش نلاقي سيارة ولا سواق ولا سيارة ولا شيء غير سعف، بعد ربع ساعة لما أجا وجبناه حاليا عن المستشفى، لأن المستشفى نديس ما استقبلتش حالته من نهائي إلا دغري، لما يقعد صعب حاول دغري على الشفا. وهنا عملوا له عملية بعد تقريبا كمان 9 ساعات 10 ساعات من كتر الضغط واللي كان في المستشفى